فيه، ولكن نستقبل أخونا يوسف من العراق. مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ يوسف بارك الله فيك. حياكم الله. يقول رسول حياكم الله وبارك فيك، أصلح الله حالك. من تعلم القرآن وعلمه فهنيئا لكم التداول في مسائل القرآن الكريم. أسأل فضيلة الدكتور أربعة أسئلة على شكل مختصر. السؤال الأول، علّي صوتك يا أخي بارك الله فيك. نعم فضيلة الشيخ، الآن الصوت واضح فضيلة الدكتور؟ تفضل. طيب، القرآن يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء في سورة النحل، يعني هل القرآن هو تبيان لكل شيء أم أنه مثلا نحن عندما نقرأ القرآن في المصحف يقول تحتاج كتب التفسير أو تحتاج إلى أحاديث لكي تفهم القرآن، بينما هذه الآية تقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهناك آيات أخرى تقول آيات البينات أنه قرآن مبين، فهل القرآن هو في نظام محكم يبين كل شيء أم أننا نقرأ الأحاديث والتفسيرات ونرجع؟ قد تكون بعض التفسيرات تبعدنا عن القرآن. هذا السؤال الأول. فضيلة الشيخ، قبل قليل قلت يجب أن نعلم أولادنا بأن ترتيب القرآن جاء من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن هل هذه الحقيقة هي؟ فأنا قرأت في كتاب مجموع الفتاوى للشيخ ابن تيمية يقول والقرآن في زمانه لم يكتب ولا كان ترتيب الصور على هذا الوجه أمرا واجبا مأمورا به من عند الله، بل الأمر مفوض في ذلك إلى اختيار المسلمين، ولهذا كان لجماعة من الصحابة لكل منهم اصطلاح في ترتيب صورة غير اصطلاح الآخر. يعني ترتيب القرآن جاء باجتهاد الصحابة، وخاصة كما يزعم أنه قد جمع على عهد عثمان. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، الثاني ولا الثالث؟ وفي ترتيب القرآن عندما نقول هناك آية منسوخة هل تنسخ حتى من الكتابة من التلاوة؟ فمثلا عندما أسمع في صحيح البخاري وهو أصح الكتب في الحديث عند السنة والجماعة يقول قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. إذا عمر كان يؤمن بأن آية الرجم كانت موجودة في كتاب الله ولكنه يخاف من الناس فلم يكتبها. كذلك ما صححه الألباني. السؤال الأخير في باب الزواج والأولاد والطلاق والرضاع، عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاع الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. يعني كانت في عهد رسول الله موجودة ولكن الداجن هو الذي ضيع هذه الآية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدقت يا شيخ أحمد هذه النقاط. نعم شيخنا، هذه النقاط تحتاج إلى وقفات مطولة شيخ أحمد، يعني تحتاج إلى تأصيل كبير. نعم لا 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 الكلام لا الكلام فيه طبعا يعني يحتاج إلى وقفات متأنية ودقيقة، لأن وراءها ما يجب أن يفطن إليه المسلمون جميعا. نعم أحمد، كلام يعني لا يؤخذ هكذا، لأن وراءه ما يحتاج إلى تأصيل وإلى توضيح وإلى تفصيل. تفضل. بارك الله فيك. القضية فيها ما فيها، لكن نرجع إلى هذا الذي أسلفت به فضيلتكم، مسألة هذا المتصل العراقي هو متصل على جميع قنوات أهل السنة، وهو يلقي بهذه الأسئلة نفسها في كل قناة لإثارة الشبهات، علما بأن هذه الأسئلة كل سؤال منها يحتاج إلى حلقة للرد عليه، ولكنه يريد إثارة الشبهات بدليل أنه يسأل نفس الأسئلة على كل القنوات ويلقيها جملة واحدة ولا يخلق فرصة للاستفسار منه وما إلى ذلك. أرجوكم أن تنتبهوا إلى مثل هذه الأسئلة وأن لا تلتفتوا إلى أسئلته البتة، فهي مجرد محاولات لإثارة الشبهات. يا أخي العزيز، يأذن لي ابننا أحمد، يأذن لي أن أشكرك على اتصالك الكريم وعلى فعلا دقة نظرك ودقة عباراتك فعلا، وأنا يعني أحسست بهذا الأمر، وأرجو الله تبارك وتعالى الهداية للجميع. أنا أحسست بهذا، بل إني قد يعني مش أحسست، رأيت في الكلام ما يعني أثارني، ولعلك يعني تلاحظ أننا فعلا اندفعت طبعا يعني، وحاولت ألا أترك القضية تمر إلا إذا أخذنا فيها وقفة، وشكرا لك على هذا الاتصال الكريم. جزاك الله خيرا أخانا صالح، و
جعلنا رب العالمين سبحانه وتعالى وإياك من الحريصين على نصرة دينك.